الرحمن تذكر على الإطلاق، ولكن بدأ الغفراني بالاقتراب من قبل الفارس، وأرى وصول من قبل تمويه. اللحظات الأخيرة، الأمتار الكبيرة، الأمتار الجميلة، الأمتار المتميزة، بنصويحي بنصويحي والغفراني، ولكن جذايب 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 أبناء ميدان المحنة يتقدمون الآن بهذه الانطلاقة الجميلة. مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل، عشاق هذا هنا الشعار، بطل هذه الانطلاقة ومحب للأشواط الرئيسية، شعار بن خيلان يظفر بأول الانطلاقات المتميزة والكبيرة. مئة متر الأخيرة والخطيرة، شاهين ومصفوط، مصفوط وشاهين، اللحظات الكبيرة، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، أبا يا مصفوط يا مصفوط قادم بقوة، ولكن شاهين مصفوط عبد العزيز بن حمد بن علي الأبراس المري ستسلل إلى الصدارة، انطلق مع نوماس الشوط الرئيسي. يا سلام يا سلام على مصفوط، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء المرشحة، ما خاب من رشح مصفوط. سلام سلام، تحية واحترام، سلام أبناء السيح، سلام على هذا الفوز الكبير والمستحق، وعلى هذا التألق من مصفوط. ما شاء الله السيلية، هجن السيلية، ولكن المركز الثاني بدأت تقترب الأسماء شخصية مع المركز الأول، الأسماء بدأت تقترب، الفائزة هي الواصلة في هذه اللحظات، ووصلت الأسماء متعبة وعلي بن شافي العجمي، وأيضا هنالك الوصول من متعبة أخرى مع صالح بن حسين العجمي، ولكن شخصية 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 تحركت شخصية وذهبت نحو الانتصار، ذهبت نحو الفوز، ذهبت نحو السلامات. سلامي عليك يا هجن السيلية، سلام مالك شخصية، قدم شخصية، أجمل أداء وأجمل تقديم لهذا الشعار. تهانينا والف مبروك لمالك شخصية هجن السيلية بالفعل. الله 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 الله، لحظات أخيرة، لحظات مثيرة، لحظات الحسم والعزم، لحظات الشدة والهمة، فإن اشتدت فالأسماء تشتد. وصل وتقدم هنا محسن بن حمد الرشيد، مبلش ومربح، مربح ومبلش، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ولكن مربح مربح مربح، أنت الرابح أنت الرابح. سلام للأشقاء، سلام للسلطنة، سلام للسلطنة، تحية 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 لمالك مربح، وخط النهاية يستقبل هذا البطل بكل احترام وتقدير، عبد الله بن طويرش الوهيبي. ثانيا ماذا تنتظر يا أبو الراية؟ روح إلى الفوز، روح روح إلى الانتصار، وصلت غنايم، انطلقت غنايم، مبروك بن مانع بن دواس العامر، من طول الغيبات جاب النوماس، جاب النوماس، يا مبروك يا بن مانع، يا بن دواس، يا العامر، من قدم لنا غنايم وانطلاقة غنايم، مع الفوز غنايم، مع الانتصار غنايم، مع التحدي الأول، مع اللوحة الشرفية، مع الكادر العلوي، تنطلق غنايم بشعار مبروك بن مانع بن دواس العامر، من ينطلق ويقدم لنا هنا غنايم مع الفوز والانتصار. تهانينا له والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. يا
الطبيان، ولكن البقمي البقمي والقرشي القرشي والبقمي القرشي والبقمي، واللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة، ولكن البقمي البقمي عاض بن شبيب بن عوضة البقمي منطلقا على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. أبناء الميدان الملكي، أبناء النعارية، أبناء النعارية مع البقمي مع البقمي منطلقا وحيدا منذ الانطلاقة. سلام يا النعارية، سلام سلام يا الميدان الملكي، سلام سلام يا عاضة يا بن شبيب يا البقمي، من يقدم لنا هذا الانطلاق؟ تهانينا لك والفي مبروك على هذا الانتصار. تمام رابعا، ولكن مشاكسة مع المركز الأول يتقدم الشمري مع مقدمة الشوط، عادت جميلة ولكن الخطورة والشعار القادم هذه سدرة عاطف بن عطية القرشي يشن الغارات مع آخر الأمتار، ولكن جميلة 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 فهيد بن محمد بن راشد الفهيدة، والسدرة ثانيا ومشاكسة ثالثا، ولكن عبر السلام من أبواب هذا الميدان إلى أبطال السيح مع جميلة جميلة. تهانينا والنماس لفهيد بن محمد بن راشد الفهيدة المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الثمين. مشاكسة مع المركز الثاني بشعار زاكي بن فهيد الشمري المركز الثالث. المغيري المغيري قادم، واللحظات الأخيرة أب 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق طحطوح بشعر سعود بن خالد بن سعود بن حسين صاحب عوايد صاحب الانتصارات، سجل حافل بالإنجازات صاحب نقطة في ميدان رماح، ينطلق شعار بن حسين وأيضا نقطة في ميدان النحرية. سلامي عليك يا أبو فيصل واسعد الله صباحك يا مالك طحطوح، شعار سعود بن خالد بن سعود بن حذرين، والتهاني والتبريكات لك يا أبو فيصل خالد بن سعود بن حذرين، ومشكور يا أبو عبد الله. من دوس والعصا قوس مغروسة بالأبطان، ما صبر على الكلمة إلا بدأت الأوامر من المضمر المتواجد عامر عمليات التحريك عامر بن راشد بن سعيد البريصي. مخيفة طارت مخيفة حلقت بسماء الطايف، اضرب اضرب حرك حرك القادمة مبشرة تأتي بالتباشير، لكن مخيفة روحت طارت طارت. سلام سلام مخيفة، سلام سلام السيح، سلام سلام يا عامر يا بن راشد البريسي، سلام على هذا انتزاع الشوط التاسع الابكار العام. ألف مبروك لعشاق هذا الشعار، وألف مبروك لك يا بن راشد على انتزاع هذا الشوط. يتابع المعركة بشعار سياح بن فياض الشمري، ولكن رعد 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 نجران، السلام نجران نجران، التحايا نجران، علي بن بطشان بن صالح المحامض اليامي مذخور مع المركز الثاني، ولكن رعد مع البداية رعد ما شاء الله وتبارك الرحمن. انطلق علي بن بطشان بن صالح المحامض اليامي، المنصة تقف احتراما لهذا الشعار المعتاد على النوماسي في كل المهرجانات. علي بن بطشان بن صالح المحامض اليامي رعد، سلام يا نجران سلام، تحية واحترام. ثاني المراكز كان بشعار يا سعبة
عبد الله بن عمش بن عواد الشمري وصل ابناء حايل، ولكن هجن السيلية هجن السيلية هجن السيلية مع هيتان 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 غادرت بلاد الفنان. سلام سلام هيتان، سلام سلام هجن السيلية، سلام على هذا الأداء الكبير والممتاز، يا سلام من هذا الشعار الذي دائما وابدا ما يحضر في المحافل الكبرى. سلام أبناء دولة قطر الشقيقة، أبناء الشحنية، من غادروا بنماسي هذا الشوط، هجن السيلية هجن السيلية. سلام سلام تحية واحترام، سلام اللورد، سلام من قدم لنا هتان في هذا الشوط. بالله حوايد راح الانجازات صاحب السجلات. سلام سلام مبلش، سلام سلام مبلش، سلام تهانينا والنماس لمالك مبلش، سلام الطايف، سلام وسلالته مبلش الغنية عن التعريف. ها هو مبلش بهذا الابداع، ها هو مبلش بهذا الامتاع. الله 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 مبلش بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه وحوله. انطلق مبلش تهانينا تهانينا والنماس لمالك مبلش بشعار نواف فلحان بن خلف القرشي على هذا الفوز. مثل حمد بن حلفان المري ياي من لحظات ياي من لحظات، يو يا الثلاثية الأخيرة المثيرة مثيلة مثيلة وتكريم تكريم ومثلة، والقادمة في هذه اللحظات المنطلقة سيوف 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 فرقت الصفوف عند الأمتار الأخيرة. يو يا العتيبي مستور من جديد، العتيبي من جديد من جديد يشتد يشتد. سلام أبناء الطايف، سلام سلام سيوف من فرقت الصفوف من فاجاتنا عند الأمتار الأخيرة. تهانينا والنوماس من جديد، سلام على هذا همام مع المركز الثاني عامر بن علي بن عامر الفهيد اهل مري. يا باي يا بابا 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 ماي هاب ماي هاب ماي هاب. وهمام همام 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، ولكن همام همام غير الأمور، انطلق إلى الفوز إلى النوماس. مشكور يا عامر يا بن علي يا بن عامر يا الفهيد اهل مري على هذا العرض المميز والجميل، مشكور مشكور. همام 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 بطل لهذا الشوط، بطل لهذا الشوط، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والنماس لعامر بن علي بن عامر الفهيد اهل مري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. البطولات والتاريخ، التاريخ الذيبة صاحبة السيارة في ميدان محمد بن زايد في مهرجان محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة. سلام يا النادرة، سلام سلام يا الطايف، سلام سلام يا مكة، سلام يا عاطف، سلام يا عاطف، سلام يا أبو عادل. الله يسعد صباحك يا بن حلفان، يسعد لي صباحك يا أبو سعيد. من قدم لنا التاريخية والعصا في الأبطال صاحبة السيارة صاحبة التوقيت الحدث. سلام يا ابن حلفان، سلام يا عاطف، يا ابن عطية، يا ابن حسن، يا ابو سمن، يا القرشي، من قدم لنا هذه التاريخية وهذه البطلة والعصا. إلى
صدارة الشوط إلى المركز الأول، والعصا في البطان، والعصا في البطان بدون أي توامر على سماعة الجهاز. يرقص 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 طربا وحبا للنوماس الغالي، للنوماس الغالي. يا سلام يا مالكي هذا الشعار، شاجع بن محمد بن سالم آل جابر المري. الله وادعهم وانطلق، وادعهم وانطلق وسلم تسليمة مصلي وطار طار إلى الانتصار، إلى الانتصار. يا المري سلام، يا المري سلام، شاجع شاجع ونشهد انك شاجع. يا شاجع يا بن محمد يا بن سالم يا آل جابر المري على هذا الانتصار. من السيارة والظبي، ولكن الظبي بإنجازاتها صاحب السيارة في ختامي المرموم. الظبي بالفعل، الظبي بإنجازاتها، ولكن الطيارة، الطيارة والظبي الأمتار الأخيرة، الأمتار الحاسمة، ولكن الظبي، الظبي الظبي الظبي. سلام الطايف، سلام سلام ابناء الطايف، سلام الظبي، الظبي صاحبة الإنجازات في رصيدها سيارة في المرموم، وها هي تضيف الإنجاز إلى إنجازاتها. والسلامات إلى مكة، السلامات إلى أبناء مكة، سلامي عليك القرشي، سلام. نوماس يا أبو عاطف، نوماس على هذا الفوز والانتصار بالفعل. عاطف بن عطية بن حسن القرشي مع الظبي. ها هو صاحب السجلات ينطلق ويندفع ويضيف نقطة في هذا المهرجان الغالي. ينطلق والعصا في البطن، والعصا قوس بدون أي توامر، بدون أي توامر ولا تعليمات. ها هو شعار الذي حصل أكثر نقاط في هذا الصباح. سلام سلام يا الطايف، سلام سلام يا مكة، سلام بدون أي توامر ولا تعليمات. ها هو البطل، ها هو البطل يستقبل خط النهاية بدون أي توامر ولا تعليمات. سلام سلام يا الغزال، وعاطف بن عطية بن حسن الغرشي مع الغزال. Darling.